ضم أسامة جلال بعد إعجاب فايلر. هو لاعب مميز جدا، لسه مفيش برضو طلب رسمي من الجهاز الفني، مفيش، لكن في كل الأحوال هو لاعب جيد، ولو الأهلي شايف إن هيكون إضافة ليه أو الجهاز الفني برضه عشان أكون أكثر وضوحا شايف إن هيكون أسامة جلال إضافة، هيتم التفاوض مع ناديه بشكل طبيعي يعني. طيب نروح اليوم السابع. أنا عارف إن حضراتكم بتبقوا منتظرين مننا تأكيدات، التأكيد إن مفيش مفاوضات، يعني التأكيد لحد دلوقتي مفيش مفاوضات مع أي لعيب. أو ممكن تستطلع رأي لاعب أو حاجة وتستنى الجهاز الفني هيقول لك أوكي ولا لأ. ده بيحصل، لكن في كل الاحوال مفاوضات رسميه اسامه جلال مفيش. تراوري كمان ما كانش فيه مفاوضات رسميه، في اعجاب بتراوري، في اعجاب بتراوري، الناس مبسوط، الناس في النادي الاهلي عاجبهم اللاعب، جهاز فني، مسؤولين، الكلام من ده. طبعا لاعب كبير، لكن ما كانش ينفع ان هو يجي في يناير اصلا، يعني الكل او البعض كان بيقول لك ان تراوري في يناير الاهلي عايز يخلص فيه. طب انت هتجيبه في يناير تعمل بيه ايه؟ هتكرر موضوع جيرالدو، مش هتستفاد بيه في بطوله افريقيا لان هو بيشارك مع بيراميدز في الكونفدراليه، فانت مش مستفيد يعني. لكن في كل الاحوال تراوري لعيب جيد، ممكن مع بدايه الموسم، لسه الموسم طويل، هنشوف الاهلي هيقرر التفاوض معاه ولا لا، لكن في اهتمام باللاعب، في اعجاب ومتابعه للاعب. في ده فيما يتعلق بإيريك تراوري. موقع مبتسم، حقيقة مفاوضات الأهلي مع مهاجم من الدوري الإماراتي، ما فيش مفاوضات، أسماء بتطرح، كلام من ده، لكن ما فيش أي حاجة رسمية. ساعات الناس تقول أنت بتطلع تقول ما فيش، ما حصلش، مش رسمي، ده فعلا فعلا لو في حاجة حصلت والله هنقول لحضراتكم، في حاجة رسمية بتحصل هنقولها بكل تأكيد. لما حتى موضوع تراوري ده لما بيبقى فيه اهتمام بنقول لحضراتكم فيه اهتمام، فيه اهتمام باللاعب، لكن اتجاهات رسميه، تحركات رسميه من النادي الاهلي ما حصلتش خالص. اهتمام يعني متابعه، بتتابع زي تراوري، زي اي حد في الدوري ممكن تتابعه، تتفرج، عايز تدعم فريقك بشكل اقوى، دايما دايما النادي الاهلي بيفكر كده لانه نادي كبير، كل الانديه الكبيره بتفكر كده. لكن كلام رسمي، احنا عشان قناه النادي الاهلي طبيعي ان احنا ما نتكلمش في اي حاجه رسميه غير لما النادي يعلن بنفسه، يعني النادي يعلن من خلالنا، من خلال الموقع الرسمي كده. فده توضيح مهم برضه. نروح للاخبار.